يتشرف المجلس الأعلى للشباب بحضوركم البهي أيها الأحباء، وهو يقيم بينكم ومعكم وبرعاية دولة رئيس الوزراء المهندس محمد الشيع السوداني، يقيم حفل إطلاق المنصة الإلكترونية للشباب، منصة أفكار الشباب ومنصة عين الشباب. أجمل وأطيب ترحيب في حفلنا هذا، حفل إطلاق المنصات الإلكترونية للشباب، منصة أفكار الشباب ومنصة عين الشباب. هذه المنصات التي تأسست بناء على قرار مجلس الوزراء المنعقد في الجلسة الاستثنائية في اليوم العالمي للشباب في 12 آب عام 2023. هذه المنصات التي غدت وأصبحت جسر ترابط وتواصل مع الشباب، هذه الحكومة منذ انطلاقتها رفعت شعار تمكين الشباب ورعايتهم هو واجب وحق وليست منا وفضل، وهذه الحكومة منذ انطلاقتها رفعت شعار قابليات وشباب العراق هو الاستثمار الأكبر وأولوية من أهم الأولويات التي اتخذتها في برنامجها الحكومي. المجلس الأعلى الذي تأسس بناء على توصياتكم وبناء على مقترحاتكم اليوم أصبح مرجعية قرار عليا ومرجعية وخيمة للشأن الشبابي، وقد باشر وأخذ بزمام الأمور بإطلاق مجموعة من البرامج والمشاريع الشبابية في القطاعات المختلفة. منصتي عين الشباب وأفكار الشباب هي أحد تلك البرامج وأحد تلك المشاريع التي نهدف من خلالها مد جسور التعاون والترابط مع الشباب واستقبال أفكارهم واستقبال مناشداتهم واستقبال تبليغاتهم وشكواهم وأخذها بعين الاعتبار وإيلائها الأهمية القصوى. يسعدني ويشرفني أن أنقل لكم تحياتي الراعي الأول للشباب دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني المحترم، بهدف تفعيل دور الشباب في المرحلة القادمة والمرحلة الراهنة، مرحلة البناء والخدمات والتنمية، سيما أن الحراك الاجتماعي للشباب له أهمية كبيرة في تحقيق المنجزات التي تتناغم مع حاجات الشباب وطموحاتهم على الأصعدة كافة. ولا شك أن الاهتمام بمستقبل الشباب من الجوانب التي قلما تسلط عليها الأضواء، رغم أن فاعليته مستقبلية بامتياز. لذلك سنخصص الجزء الأكبر من اهتماماتنا لموضوع المستقبل الشبابي، ونضع أيدينا على مواضع خطيرة لا يمكن تجاوزها أو إخفائها. وقد سعت الحكومة للاهتمام بالشباب، سيما العاملين منهم ومشاركتهم في كافة مناحي الحياة، والذي بدأ منها ومنذ تأسيس المجلس الأعلى للشباب، وما تلاه من خطوات فعلية منها إطلاق المنصات الإلكترونية للشباب وهي أفكار الشباب وعين الشباب، التي تهدف إلى تفعيل دورهم الريادي في المجتمع وجعلها حلقة وصل بين الحكومة وسلطة القرار. وهذه الشريحة التي يتعكز عليها العراق في نهضته بلدنا الحبيب، ويأتي إطلاق هذه المنصات الإلكترونية للشباب تجسيداً لتوجهات الحكومة بفتح حوار عميق وشفاف وإيجابي مع الشباب لتمكينهم وتوفير الدعم المطلوب لهم، كوننا نستلهم منهم العزيمة والطموح والحماس، فهم بناة الغد وعليهم أمانة كبيرة في رسم مستقبل البلد الحبيب. يسعدني أن أقف اليوم أمامكم في هذا المؤتمر الكريم المهم والحيوي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشباب في رئاسة الوزراء، والذي يقام
بكل فخر برعايه شركتنا ان هذا الحدث يمثل خطوه جديده ومهمه في مسيرتنا نحو تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في بناء مستقبل بلدهم. اليوم يسعدني ان اعلن لكم عن اطلاق منصتين رقميتين مبتكرتين تم تطويرهما بواسطه الفريق البرمجي الخاص بشركة إيرتلينك بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب في رئاسة الوزراء، وهما أفكار الشباب وعين الشباب. هاتان المنصتان تأتيان تماشياً مع توجيه ورؤية دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني المحترم في حكومته الرشيدة ضمن حركة التحول الرقمي وتعزيز المشاركة المجتمعية الفعالة وتوجيه الحكومة الواضح بدعم الشباب وأفكارهم ومنحهم الفضاء العام لتنفيذ كل أحلامهم، وبالتوجيهات الحكومية الجديدة التي تنطلق من كون أفراد الفريق الحكومي هم الشباب بالنسبة والتناسب مع الكابينات السابقة. أفكار الشباب هي منصة تمكن شبابنا من إرسال أفكارهم ومقترحاتهم وإبداعاتهم إلى الجهات الحكومية المعنية. نحن نؤمن بأن شبابهم عماد المستقبل، وأن أفكارهم هي اللبنة الأولى لبناء وطن مزدهر. عبر هذه المنصة ستكون لدى الشباب فرصة لتقديم مقترحاتهم، حيث ستقوم الجهات المختصة بدراستها والعمل على الاستثمار في الأفكار الناجعة منها، حيث أن للمنصة وجه يراه المستخدم اللي هم الشباب، ووجه آخر يراه الإداري لاستقبال هذه الأفكار. من جهة أخرى، منصة عين الشباب هي أداة تواصل فعالة تمكن شبابنا الأعزاء من الإشارة للمشاكل والتحديات في الدوائر والمؤسسات الحكومية وما يتعلق بالأنشطة والعمليات التابعة للحكومة. من خلال هذه المنصة يستطيع المستخدم فتح التطبيق وإرسال تقرير بالمشكلة ومكانها وتفاصيلها، حيث يستلم هذه الطلبات الجهات المعنية وتعمل على تحليلها وإصلاحها. نتحدث اليوم عن قرار مهم اتخذه مجلس الوزراء وكان من القرارات الداعمة للمجلس الأعلى للشباب، وهو تأسيس أو إنشاء المنصات الإلكترونية للشباب والتي تمثل نوافذ الاستماع لصوت الشباب، اللي راح تكون طبعا نوافذ لقيام الشباب بالتعبير عن آرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم، وكذلك المشاركة الفعالة في عملية صنع القرار والمساهمة في القضاء على الظواهر السلبية في المجتمع. سنعرض عليكم محاور متعددة، المحور الأول ونبدأ تعريفي عن هذه المنصات، وأيضا راح أتحدث عن أهدافها. سنتحدث أيضا عن أقسام المنصات وكذلك مراحل التعامل مع الرسائل الواردة إليك.